بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي أمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، طلابي الأعزاء، طلاب الصف الرابع الابتدائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الدرس الثاني من الدروس المكررة على الصف الرابع في الفصل الدراسي الأول، ولازلنا طلابي الأعزاء في درس الإسكندرية عروس البحر المتوسط. كنا قد توقفنا في الحصة الماضية عند ما شاهده بكار عندما كان جالسا فوق بساط الريح، فقد توقفنا عند طار بساط الريح وبكار جالس فوقه فرأى من بعيد البحر الأبيض المتوسط، ورأى قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الإسكندرية. توقفنا عند هذا الحد في الحصة الماضية، وها نحن في هذه الحصة إن شاء الله سنتناول ما تبقى من هذا الدرس. أتمنى من طلابي الأعزاء أن يضعوا أصابعهم تحت أسفل الكلمات حتى نستطيع القراءة معا. نقبل. بكار، ما هذا يا بساط الريح؟ إنني أرى قصورا فخمة وحدائق غناء، هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. هذا قصر المنتزه يطل على شاطئ البحر، إنني أشاهد أشجارا وأحواض زهور وحدائق واسعة، وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر يقع وسط حدائق خلابة تنتشر حوله تماثيل، وذلك قصر رأس التين. بساط الريح، إنني أرى كنائس، هذه كاتدرائية الكرازة المرقصية في محطة الرمل، بناها أحد تلامذة السيد المسيح، وهذه كنائس أخرى ومساجد كثيرة، وهذا مسجد سيدي أبي العباس المرسي، وهذه مئذنته الشاهقة لارتفاع وقبابه الأربع، وهذا مسجد الإمام البصيري، وهذه مساجد أخرى. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. طلابي الأعزاء، بعد الانتهاء من قراءة ما تبقى من الدرس، نقف معا وقفات سريعة حول معاني ومضاد وجمع لبعض الكلمات الجديدة في الدرس. بكار، ما هذا يا بساط الريح؟ هنا يتحدث بكار ويتخيل أنه يتحدث مع بساط الريح، فيقول ما هذا يا بساط الريح، يسأله ويستفهم منه ما هذا يا بساط الريح، فيقول بكار إنني أرى قصورا فخمة. معنى كلمة فخمة عظيمة القدر، معنى كلمة فخمة عظيمة القدر، ومضاد كلمة فخمة حقيرة، مضاد كلمة فخمة حقيرة. قصورا فخمة وحدائق غناء، مفرد كلمة حدائق حديقة، مفرد كلمة حدائق حديقة، ومعنى كلمة غناء كثيرة الشجر، معنى كلمة غناء كثيرة الشجر. هيا بنا نحلق فوقها، معنى كلمة نحلق نطير ونرتفع، ومضاد كلمة نحلق نهبط. هيا بنا نحلق فوقها، مضاد كلمة فوقها تحتها. هيا بنا نحلق فوقها لنعرف ما فيها. وهذه الصورة طلابي الأعزاء تبين لنا أن بكار عندما كان جالسا فوق بساط الريح كان يرى هذه
الحدائق الخلابة، وكان يرى هذا القصر الفخم الكبير. فيقول بكار: هذا قصر منتزه يطل على شاطئ البحر. معنى كلمة يطل يقع، معنى كلمة يطل يقع، يبقى أين يقع أو أين يطل قصر المنتزه؟ رائع، يطل قصر المنتزه على شاطئ البحر. جمع كلمة شاطئ شواطئ، وجمع كلمة البحر البحار أو الأبحر. جمع كلمة البحر البحار أو الأبحر. إنني أشاهد أشجارا وأحواض زهور وحدائق واسعة. معنى كلمة أشاهد أرى، معنى كلمة أشاهد أرى. إنني أشاهد أشجارا، ومفرد كلمة أشجار شجرة، وأحواض مفرد كلمة أحواض حوض، زهور مفردها زهرة، وحدائق كما قلنا مفردها حديقة. واسعة، معنى كلمة واسعة فسيحة، معنى كلمة واسعة فسيحة، ومضاد كلمة واسعة ضيقة. وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. بنيت يعني أسست وأنشئت، بنيت أسست وأنشئت وأقيمت أيضا. ومضاد كلمة بنيت هدمت، مضاد كلمة بنيت هدمت. وكلها بنيت على الطراز الإسلامي. معنى كلمة الطراز النمط أو الشكل، معنى كلمة الطراز النمط أو الشكل. انظر، هذا بكار يتحدث ويأمر بساط الريح ويقول له: انظر يا بساط الريح، هذا قصر آخر. بكار شاهد منذ قليل قصر المنتزه، ولكن هناك في الإسكندرية قصر آخر، هذا قصر آخر. وجمع كلمة قصر قصور. يقع وسط حدائق خلابة، يبقى أين يقع هذا القصر الجديد؟ يقع وسط حدائق خلابة. معنى كلمة خلابة شديدة الجمال أو شديدة الروعة، يبقى معنى كلمة خلابة شديدة الجمال. ومضاد كلمة خلابة قبيحة أو قذرة، مضاد كلمة خلابة قبيحة أو قذرة. تنتشر حوله تماثيل، يبقى هذا القصر يقع وسط حدائق خلابة، وتنتشر حوله تماثيل. مفرد كلمة تماثيل تمثال، وذلك قصر رأس التين. إذن معي في الإسكندرية قصران: قصر المنتزه وقصر رأس التين، قصر المنتزه وقصر رأس التين. بساط الريح يقول: إنني أرى، أشاهد، إنني أرى كنائس. مفرد كلمة كنائس كنيسة. هذه كاتدرائية الكرازة المرقصية. معنى كلمة كاتدرائية كنيسة كبيرة، كنيسة كبيرة. كاتدرائية الكرازة المرقصية هذه اسم للكنيسة التي توجد في الإسكندرية. أكبر كنيسة موجودة في الإسكندرية اسمها كاتدرائية الكرازة المرقصية. أين تقع هذه الكنيسة؟ في محطة الرمل. عندما يأتي سؤالا يقول لك: أين تقع كاتدرائية الكرازة المرقصية؟ جميل، تقع في محطة الرمل. بناها أي أنشأها وأسسها وأقامها، ومضاد كلمة بناها هدمها. بناها أحد تلامذة السيد المسيح. عندما يأتي إليك سؤالا يقول لك: من الذي بنى كاتدرائية الكرازة المرقصية؟ تقول له: جميل، أحد تلامذة السيد المسيح. وهذه كنائس أخرى، يوجد أيضا كنائس كثيرة في الإسكندرية. كما يوجد بخلاف الكنائس يوجد أيضا مساجد كثيرة. مفرد كلمة مساجد مسجد، ومضاد كلمة كثيرة قليلة. وهذا مسجد سيدي أبي العباس المرسي، أول مسجد موجود في الإسكندرية. معي في هذا الدرس مسجد سيدي أبي العباس المرسي. لكن هذا المسجد له أوصاف لا بد أن نعرفها، اسمع معي. وهذه مئذنته الشاهقة. معنى كلمة الشاهقة العالية والمرتفعة، معنى كلمة
الشاهقة العالية والمرتفعة، الشاهقة الارتفاع وقبابه الأربع. إذا هذا المسجد وهو مسجد سيدي أبي العباس المرسي له مؤذنة شاهقة الارتفاع وأيضا له قباب أربع، وهذا المسجد الثاني، وهذا مسجد الإمام البصيري المسجد الثاني. إذا عندي أيضا مسجدين في الإسكندرية من أكبر المساجد في الإسكندرية، مسجد سيدي أبي العباس المرسي وأيضا مسجد الإمام البصوري، وهذه مساجد أخرى حقا صدقا، معنى كلمة حقا صدقا ومضاد كلمة حقا باطلا أو كذبا، مضاد كلمة حقا باطلا أو كذبا. حقا إن مدينة الإسكندرية عروس البحر المتوسط. لماذا تسمى الإسكندرية عروس البحر المتوسط؟ نظرا لأنها مليئة بالمعالم الأثرية، ونظرا لأنها مليئة بكثير من الحدائق الخلابة، ولأنها تقع على شاطئ البحر المتوسط، ولما للإسكندرية من الجو الرائع والجميل الذي يستمتع به الكثير من السياح الذين يأتون إليها من جميع أنحاء العالم. طلابي الأعزاء، مع سؤال وجواب حول درس الإسكندرية عروس البحر المتوسط. السؤال الأول، ما اسم المدينة التي قرأ عنها فقار؟ من يجيب على هذا السؤال؟ جميل، إنها مدينة الإسكندرية، رائع. يبقى اسم المدينة التي قرأ عنها بكار مدينة الإسكندرية. السؤال التالي، ما أهم ما يميز مدينة الإسكندرية؟ ما أهم ما يميز مدينة الإسكندرية؟ الذي يميز مدينة الإسكندرية أنها مدينة عريقة، أنها مدينة عريقة. ماذا أيضا؟ وبها آثار فرعونية ويونانية ورومانية وقبطية وإسلامية، وأيضا وأنها ذات طبيعة ساحرة وتطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. يبقى وأنها ذات طبيعة ساحرة تطل على شاطئ البحر الأبيض المتوسط. السؤال التالي، ماذا رأى بكار وهو جالس فوق بساط الريح؟ ماذا رأى بكار وهو جالس فوق بساط الريح؟ رأى بكار البحر الأبيض المتوسط وقلعة قايتباي، احفظ معي، رأى بكار البحر الأبيض المتوسط وقلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني والمسرح الروماني وعمود السواري ومكتبة الإسكندرية. هذا الذي ما رآه بكار وهو جالس فوق بساط الريح. السؤال التالي، اذكر اسم قلعة واسم متحف في مدينة الإسكندرية. من يجيب؟ رائع، أسمع أحدكم يقول قلعة قايتباي ومتحف الأحياء المائية والمتحف الروماني. اسم القلعة قلعة قايتباي، واسم المتحف متحف الأحياء المائية والمتحف الروماني. السؤال التالي، ماذا شاهد بكار في قصر المنتزه؟ شاهد بكار أشجار وأحواض زهور واسعة وكذلك حدائق. يبقى شاهد بكار أشجار وأحواض زهور وحدائق واسعة، هذا الذي شاهده بكار في قصر المنتزه. السؤال التالي، كيف بنيت القصور والحدائق في الإسكندرية؟ كيف بنيت القصور والحدائق في الإسكندرية؟ بنيت القصور والحدائق في الإسكندرية على الطراز الإسلامي. جميل، بنيت القصور والحدائق الإسلامية على الطراز الإسلامي. السؤال التالي، أين توجد كاتدرائية الطراز المنكوسية؟ كناها منذ قليل. جميل، توجد كاتدرائية الطراز المنكوسية في محطة الرمل. السؤال اللي بعده، ومن بناها؟ بناها أحد تلامذة السيد المسيح. بناها أحد تلامذة السيد المسيح. السؤال التالي،
ما أهم المساجد التي شاهدها بكار في الإسكندرية؟ شاهد بكار في الإسكندرية مسجدين، ما اسمهما؟ جميل، مسجد أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصري. يبقى شاهد بكار مسجدين، مسجد أبي العباس المرسي ومسجد الإمام البصري. السؤال التالي، لماذا تسمى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط؟ لماذا تسمى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط؟ الإجابة لجمالها وجمال موقعها، قلنا أنها تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، وكثرة معالمها الأثرية كالقصور والمساجد والكنائس والحدائق الغناء. لهذه الأسباب جميعها تسمى الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط. السؤال الأخير، اذكر اسم قصرين شاهدهما بكار في الإسكندرية. اسم قصرين شاهدهما بكار في الإسكندرية، قصر رأس الدين وقصر المنتزه. قصر رأس الدين وقصر المنتزه. إلى هنا طلابي الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية درسنا اليوم. إلى لقاء قريب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.